كذلك من الأسباب التي جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم هو أن يكون عند المبتلى يقين بحسن الجزاء عند الله. إذا أصابتك مصيبة وصبرت على هذه المصيبة فاعلم بأن الله تعالى سيجازيك على ذلك. فعندما تقف يوم القيامة بين يدي ربك فإن الله تعالى يجازيك على صبرك أعظم الجزاء ويمنحك أعظم الأجر وأجزل المثوبة. حتى ورد في الأثر أن أهل العافية يوم القيامة يتمنون لو أن أجسامهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من عظم ثواب الله لأهل البلاء. فمن كان في هذه الدنيا في عافية يوم القيامة عندما يرى ما أعده الله لأهل البلاء من المثوبة والأجر يتمنى لو أنه كان في الدنيا كان جسمه يقرض بمقاريض الحديد. ولهذا نجد في القرآن الكريم أن ثواب الصبر وجزاء الصبر لا يساويه جزاء، فأعظم ثواب إنما هو للصبر، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأجر الصبر ليس محدودا كالأعمال الصالحة الأخرى، فالأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما الصبر فليس له جزاء، جزاؤه لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.